استونفت مساء السبت بقصر بيان بدولة الكويت مشاورات السلام اليمنية بجلسة عامة مشتركة بين الوفد الوطني المكون من وفدي المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ووفد الرياض، وبحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وفي الجلسة تحدث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ورئيس وفد المؤتمر عارف عوض الزوكا مثمنا لمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد جهوده ورحلاته المكوكية التي قام بها من أجل السلام في اليمن، مجددا الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح وللحكومة والشعب الكويتي على استضافتهم للمشاورات، مؤكدا أن هذا ليس بجديد على أشقائنا في الكويت الذين رعوا الكثير من الاتفاقات بين اليمنيين، ناهيكم عن الدعم التنموي للشعب اليمني. كما عبر الزوكا عن الشكر للأشقاء في سلطنة عمان وعلى رأسهم جلالة السلطان قابوس بن سعيد على ما يبذلونه من جهود ومساندة كبيرة للشعب اليمني ولإنجاح مشاورات الكويت وتحقيق السلام في اليمن، وكذا لسفراء الدول الداعمة للتسوية السياسية على مساندتهم لمساعي السلام. وأكد الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام أن الوفد الوطني عاد إلى الكويت قبل مغيب شمس يوم الجمعة 15 من يوليو، وهو الموعد الذي حددته الأمم المتحدة لاستئناف المشاورات بين الأطراف. وقال الزوكا: أتينا والطائرات تجوب سماء اليمن وتقصف الأطفال والنساء والشيوخ، وهناك شهداء سقطوا خلال فترة الأسبوعين، ولم يحصل تصعيد مثل ما حصل من طيران العدوان السعودي الغاشم وحلفائه خلال هذه الفترة. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة هادي وعلي محسن إلى مأرب وإطلاق التصريحات بالتهديد والوعيد، مشيرا إلى أن كل ذلك يمثل تحريضا واستفزازا لا يخدم مسار التنمية والسلام أو لا يخدم مسار السلام، بل يزيد الطين بلة. وأضاف رئيس وفد المؤتمر: عدنا من أجل وقف العدوان الغاشم على شعبنا ورفع الحصار الجائر وإخراج اليمن من تحت الوصاية الدولية والبند السابع وإلغاء العقوبات وسحب القوات الأجنبية الغازية والتعويضات وإعادة الإعمار لليمن، وأتينا لنعمل جميعا من أجل مكافحة الإرهاب والذي يستخدم للأسف أو يستخدم للأسف من قبل الآخرين للإضرار بالوطن. وتابع الأمين العام: خلال الفترة الماضية طرحنا رؤيتنا أنه بعد عام وأربعة أشهر على العدوان السعودي الغاشم الذي دمر كل شيء وأهلك النسل والحرث، يجب أن يفهم الجميع أن الأمور لم تعد كما كانت عليه، وأنه يجب علينا التوافق على سلطة تنفيذية توافقية وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة وتشكيل حكومة توافقية ولجنة عسكرية وأمنية تتولى الإشراف على الترتيبات العسكرية والأمنية، ومنها الإشراف على انسحاب جميع الميليشيات وتسليم السلاح من جميع الجماعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية الغازية من اليمن. وأكد الزوكا أنه يجب إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية بشكل كامل، مشددا على ضرورة التفكير بجدية في معالجة الوضع الاقتصادي الذي تأثر جراء الحصار الجائر، مؤكدا أن هناك من يعتقد أنه بمحاربة الاقتصاد سيؤثر على فئة أو حزب دون إدراك أن الشعب اليمني هو الخاسر الأول من ذلك، داعيا في الوقت نفسه الأمم المتحدة للعمل على الحفاظ على الاقتصاد اليمني محذرا من محاولات الإضرار به. وتابع الأمين العام: نحن أصحاب المصلحة الحقيقية في السلام ولم نأتي من أجل الإقصاء، فنحن جميعا شركاء في هذا الوطن من خلال الاتفاق على تشكيل سلطة تنفيذية توافقية، مشيرا إلى أننا جئنا من صنعاء العاصمة التاريخية والسياسية لليمن الموحد من أجل السلام. من جانبه أكد الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام: وصول الوفد الوطني في الوقت المحدد دون عرقلة أو تأخر يأتي احتراما للعهود والمواثيق وتقديرا للدولة المضيفة دولة الكويت الشقيقة، وحرصا على إنجاح المشاورات والدفع بها نحو السلام والحل السياسي الشامل. وتطرق إلى المعاناة الإنسانية التي فرضها العدوان الغاشم على اليمنيين. المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ شدد على ضرورة أن تبذل الوفود جهودا من أجل تحقيق السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني. سنجتمع في الكويت لأسبوعين إضافيين سوف نركز خلالهما على تثبيت وقف إطلاق النار من أجل أن نحصل على وقف كامل وشامل لإطلاق النار
وذلك من خلال تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية. وسنركز كذلك على تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة ألف، وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية. وفي نفس الوقت سوف تواصل لجنة السجناء والأسراء والمعتقلين عملها، وأجدد تشديد المجتمع الدولي على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسراء والمعتقلين في أسرع وقت ممكن. فالأولوية الآن لتثبيت وقف الأعمال القتالية وتحسين الوضع الإنساني والاتفاق على الترتيبات الأمنية لنتمكن من التطرق إلى كافة المواضيع الأخرى. إلى ذلك عبر عضو الوفد الإعلامي المرافق للوفد الوطني أحمد غيلان عن تفاؤل الوفد الوطني المشارك في مشاورة السلام ومن خلفه الشعب اليمني بعودته إلى المشاورات، مشيدا بالموقف الإيجابي لدولة الكويت والتفات العالم إلى قضية اليمن. نحن متفائلون، ووفدنا السياسي ووفدنا الإعلامي ومن خلفنا شعبنا اليمني متفائلون بالعودة إلى الحوار، متفائلون أيضا بالموقف الإيجابي والحماس الإيجابي لدولة الكويت الشقيقة، متفائلون بالتفات العالم والمجتمع الدولي إلى قضيتنا وإلى مظلمة اليمن. لكن أيضا هذا التفاؤل لا يعفينا من الحذر، وأن نكون على أهبة الاستعداد للتصدي لأي حماقات أخرى، خاصة وأن وفد الرياض بخطابه الإعلامي المتشنج لا يزال يوحي أو يلوح بالكثير من التهديد، وهي وإن كانت هذه التهديدات نحن نعرفها على مدار السنة، لكننا نؤكد لهم بأن ما لم يستطيعوا أن يحققوه من خلال الحرب ومن خلال الحماقات على مدار سنة لا يمكن أن يحققوه خلال شهر أو خلال شهرين، لكن يمكننا نحن وهم أن نحقق لليمن السلام من خلال الحوار إذا قدمنا ما يمكن تقديمه من التنازلات من أجل البلد، وإحساسا بمعاناة شعبنا الذي يعيش حالة عدوان ويعيش حالة حصار منذ سنة ونصف.